السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا هاد لاماشين سيتيزن، وهم كيما نتاع لاشين ولا اي ماشينة تسورجي كيما هادي اللي يحملو هاد البار ايغوي عمود الابرة. هاد العمود الابرة دي فوا يفسد، وهاد كيف يفسد باش تعرفوه باللي يفسد، ودي فوا هو يفسد وتوليو وتخربوه في الكروشي ولا حاجة اخرى. المهم يعني نقول لكم هذا البارغوي لازم كي ما تبغيش لا ماشين تخدم لكم، ولا دي فوا تنقرض الابره وتبدلوها، ولا ماشين ما تبغيش تخدم، لازم تفقدوا البار ايغوي نتاعكم اذا كان فاسد ولا غير صالح للخدمه ولا غير صالح للخدمه. دركا غادي نحل من لهنا، هذا هو اللي سيري على الباريغوي على عمود الإبرة. غادي نحله على يعني حليته، وقعدوا هنايا تدوروا الإبرة وتشوفوا الإبرة ما تحكمش واحد البلاصة مبوانتية. شوف كيفاش راهي تدير، ماهيش مبوانتية دي فوا تركبها هكذا تحضر بلك في الكروشيه وتقرد لك الابره، ودي فوا هكذا ما غاديش تخطف الخيط. دونك هنا راه فيه خلل، والخلل وين يكون؟ بار اكزومبل عندي هذا هذا هنا يفسد، هذا راه مقصوص كما راكم تشوفوه هنايا. هذا دي فوا يكون الإبرة، هذا يكون الإبرة يحكمها كما هكذا، هذا دي فوا يفسد. هذا هو لو بروبليم نتاع هاد البار إيغوي. لو بروبليم عنده هنايا دي فوا هادي تعواج تروح لجيه وتولي الإبرة ما تحكمش نيشان هكذا، تولي بار اكزومبل كما هكذا ما تكونش بوانتية نيشان كما هادي راها نيشان. فوالا كي هذا غادي يعوج لكم، غادي الابره ما تحكمش البلاصه الصحيحه نتاعها كما راكم تشوفوا. هادي على هذا الباريغوي راه فاسد، وهذا هو المشكل اللي راه في هاد لا ماشين. دونك هنا راه كاين هاد البار ايغوي عمود الابره، وكي تشروه تفقدوه تما قبل ما تشريوه بلي هاد الراس تاعه راه صحيح وماشي عوج هنا في الراس. كي يكون هنايا عوج غادي الابره ما تحكمش البلاصه الصحيحه نتاع الابره، وتقعدوا في المشكل مع لا ماشين. المهم هذا هواني البروبليم دي فوا يكون في لا ماشين، وانتم تقعدوا تخربوا من لهنا لهنا. راني قلت لكم دائما تفقدوا هذا العمود الابره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.